عندكش انت فكرة يا عاشور الفول والطعمية دولت حلوين قد ايه؟ من هنا والشيفة كل كل وعروت لك بصلايه كده خليها تفوقك وتصحصح. لعلمك بقى الفول ده هو العمود الخرساني اللي واقف على بلدنا. انت عارف لو الفول ده حصل له حاجه هو كمان ودخله بقى فيه كيماويات ولا هرمونات ولا الحاجات دي البلد هتبوظ والناس برضه مش هتفهم حاجه. ده الفول ده هو العافيه والصلابه والطاقه والقوه اللي ماشيه في بلدنا. ده اوعى يعني يضحكوا عليك بكلام كده ويقولوا عليه ده اكل بهايم. مالها البهايم؟ هو في حد صحته زي البهايم؟ ده الطور عندنا بياكل فول بنجرشه فول كده واحنا بنعلفه بتلاقيه بيلف في الساقيه كده اهو يون في الساقيه ايوه لحد ما يشوف ظهر الساقيه يعني يبقى جاله النقص يشوف ديل وهو بيلف من كتر ما هو عنده طاقه. انما الجبنه الرومي بقى والحاجات الخفيفه دي يعني ما تسدش لازم تاكل كده وتبقى عافي. انت عارف انا لو ياما كنت بروح الجامعه المفتوحه واذاكر لو ما فطرتش فول انس ولو ما ضربتليش كده في حليم بصل يفوجوني ويصحصحوا الذكاء اللي في مخي ما اعرفش اجاوب. تعرف انا لو متربع الجبنه الرومي دي كان كبيري شغال في خدمه العملاء ما كنتش اسد في شغلانه عافيه كده. كل بالهنا والشفا ادهس لك طعميه كمان ادهس ادهس. اللي جاي من عند المجرد نسيت على هنا على طول. انت بتعمل ايه هنا يا شريف؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عمالة فول؟ ايه ده؟ ومدي سندوتشاتك للفراش؟ وده كمان؟ ايه ده؟ وصل ياي وصل 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 حلو عليا. مامي على هنا دي مامي تعرفي قيمه البصل ده لما اجمع عليه مامي سيبها سيبها وانا افوجها من البصل مامي. اللي هي مش عاجبها دي مامي تشم ايه بس اذا كانت شفيت غم عليها امال لما تشموا ايه اهو لما شمته صوابعها اخضرت اهي قدامك هتفوق دلوقتي شم يا مدام شم مامي فوق يا مدام يا مدام فوق اهو اهو هي اتأخرت كده ليه؟ هي مين دي اللي اتأخرت كده ليه؟ مامة شريف بقى لها حوالي ربع ساعة في أوضة عاشور ولغاية دلوقتي ما خرجتش. طبعا ما انت ولعتها ومستني نتيجة الحريقة. لا أنا لازم أشوف الحريقة بنفسي. لا ده اتجنن خالص. في إيه في إيه؟ بالراحة بس سيبكم بالراحة. في إيه في إيه في إيه يا شريف؟ تعالى يا لؤي ماما مغمى عليها. طب اجري انت للدكتور بسرعة بسرعة. ده كلام يا شريف. شادر صدق ابني شريف ابني انا ياكل فول وطعميه وبصل يا مدام وكمان في بتنجان يعني لو ما خدتش بالك منه. مامي يا مامي اصل انا ما بحبش سندوتشات الجبنه الرومي واللانشون اللي انت بتعملها لي ديت. بقى يا شريف ما تحبش سندوتشات الجبنه الرومي واللانشون وتحب الفول والطعميه والبصل يا مدام. اسكت انت. بصراحه يا مامي انا خفت اكلهم قدامك تزعقيلي زي كل مره. 10 سنين يا شريف اعمل لك سندوتشات جبنه رومي ولانشون كل الفتره دي كنت بتخدعني. 10 سنين ما هو غصب عنه يا مدام زهق. بصراحه يا شريف انت ما عندكش حق يعني هي طنط بقالها 10 سنين تعمل لك سندوتشات جبنه رومي ولانشون في الاخر رايح تاكل فول وطعميه. لا ما يصحش خالص. شريف صلح غلطتك فورا. سوري يا طنط سوري. صلح غلطتك فورا روح اعتذر لمامي. ولا يعتذر ولا حاجه. انت هتتنقل من المدرسه دي فورا. انت بتقولي ايه؟ بقول هتسيب المدرسه دي فورا. النهارده اكلت فيها فول وطعميه مش بقيت بعد كده تاكل فسيخ وبصل. يا هاني اسكت انت. ما هو الفسيخ ما بينفعش من غير بصل. يلا يلا يا شريف نروح الاداره عشان تسحب الدوسيه بتاعك. يلا اداره ايه ودوسيه ايه يا ماما؟ ده فاضل شهر والامتحانات تبتدي. اسمع الكلام يا شريف انا قلت كلمه مش هرجع فيها تاني. يعني يا طنط كل ده عشان خاطر الفول والطعميه؟ في حاجه بينا وبين البصل بان عليه. من فضلك يا مستر عايزه اسحب اوراق ابني عشان عايزه انقله مدرسه تانيه. ليه اللي حصل يا مدام شاهيناز؟ اللي حصل ما يتقالش. يا للدرجه دي؟ واكتر يا مستر. طيب اهدي كده واستريحي وقولي لي ايه اللي حصل خلاكي عايزه تنقلي شريف ابنك من المدرسه. تخيل حضرتك ظبطت ابني النهارده في وضع مشين. ايه وضع مشين هنا في المدرسه؟ للاسف حصل هنا في المدرسه مش في الشارع.
طيب لو ما فيهاش إحراج يعني ممكن تقولي لي إيه هو الوضع المشين ده؟ مش قادرة يا مستر. مش قادرة؟ طب تعالي على نفسك وقولي. تصور حضرتك زبطته النهاردة بياكل فول وطعمية في أوضة الفراش وبصل يا ماما. اسكت أنت. يعني هو ده السبب اللي خلاكي عايزة تنقلي ابنك من المدرسة؟ يعني هو ده الوضع المشين اللي شفتيه فيه؟ هو اللي حصل ده قليل يا مستر؟ من فضلك اديني الدوسيه ابني عشان انقل. ايوه انت فاهمه ان المساله سهله؟ لا دي مش سهله، ده لازم تجيب الاول موافقه من المدرسه اللي انت هتنقليه ليها. انا هنقله على مسؤوليتي الخاصه. ايه رايك يا شريف؟ انت عايز تتنقل مدرسه تانيه؟ الصراحه يا مستر لا، انا بحب المدرسه دي وعايز اكمل فيها. ها ايه رايك يا مدام بعد الكلام اللي قاله شريف لسه مصره على انك تنقليه من المدرسه؟ ايوه مصر. ايوه اذا كان هو بنفسه مش عايز يتنقل من المدرسه. الولد مش عارف مصلحته. لا يا ماما انا عارف مصلحتي كويس، ولو سمحت يا مستر انا مش عايز امشي من المدرسه من هنا. انت بتعصى اوامر يا شريف؟ طيب انا هعرف شغلي معاك في البيت. يا شريف اللي انت عملته ده فول وطعميه وبصل، ماله البتنجان المقلي؟ ما تقلقش ما تخافش مش هتتنقل من المدرسه. اظن انت دلوقتي مبسوط يا لؤي. لا طبعا يا فريده مش مبسوط، وما كنتش متوقع ان شريف مامته هتنفعل عليه للدرجه دي. بس الغريبه يا شاهستا ان شريف رفض يتنقل من المدرسه. بس فعلا دي حاله مرضيه. عايزه حاجه يا ست ابو شريف؟ انا مستنيه ابني شريف. ده اول واحد انا شايفه خارج من المدرسه. خرج راح فين؟ معقوله ازاي يخرج يعني من غيري؟ يعني ازاي يمشي؟ امتى يا مدام ابنك مختفي؟ هو لسه مختفي دلوقتي يا حضره الضابط، رحت له المدرسه عشان اجيبه زي كل يوم ما لقيتهوش. عنده كام سنه ابنك ده؟ 17 سنه. 17 سنه وبتروح تجيبيه من المدرسه كل يوم؟ ايوه من فضلك دور لي عليه وجيبه لي. ندور عليه فين يا مدام؟ انت بتقولي مختفي بقاله نص ساعه، يعني ممكن تروحي تلاقيه في البيت. احنا ما بنعملش محضر غير لما يمر عليه 24 ساعه. هو انا لسه هستنى 24 ساعه؟ يعني ايه يا حضره الضابط؟ ايوه يا شاهيناف، معقول شريف لسه ما رجعش لحد دلوقتي؟ طب ايه دي عشان خاطري؟ لا يا حبيبتي اكيد عند حد من صحابه. يا شاهيناف شريف خلاص بقى راجل، اعتمدي عليه. هيكون راح فين؟ اكيد عند حد من صحابه يا حبيبتي. ايه دي؟ لا باذن الله زمانه جاي. خلاص طب لما يرجع طمنيني. مع السلامة يا حبيبتي. يا ما قلت لها ما تخرجيش الولد علشان ما يروحش منك. بتقول ايه يا شريف؟ بقول لك سبت البيت وقعد عند محمد ابراهيم صاحبي. وتفتكر ان ده الحل؟ هو انت عايزاني اعمل ايه؟ انا مش قادر انسى كلمتك اللي انت قلتها لي. مفيش انسان بيقدر ياخد قرار بنفسه. وبعدين مستر طارق قال لي نفس الكلمة ديت. انا لما قلت لك الكلمة دي كان قصدي ان يكون لك شخصيتك المستقلة، وبتهيألي ان ده برضه كان رأي مستر طارق. وانت عايزة اعمل ايه؟ يا شريف انت كده بتهرب وما ينفعش، انت لازم تحل مشكلتك بنفسك. ما انا ما اقدرش ازعل ماما. ما حدش قالك تزعل ماما، بس على الاقل واجهها، لازم يكون لك شخصيتك المستقلة. انا لو اتكلمت معاها في الموضوع دوت هتزعل وهتتضايق وهترفض وهنرجع برضو لنفس المشكلة. بس على الاقل اسمك عبرت عن رأيك. انت بتقولي ايه يا مرزة؟ ابني شريف كلمك؟ ايوه يا شيناز، شريف كلمني على الموبايل وقال لي هيقابلك كده في النادي. الله، امال ما رجعش البيت ليه؟ معرفش، هو قال لي الكلام ده. طب هيجي امتى؟ حبيبتي ما تقلقيش هو على وصولي. مساء الخير. مساء الخير يا شريف. ايه يا شريف؟ انت كنت فين يا حبيبي؟ ليه ما رجعتش البيت؟ كده برضه تسيب ماما من غير ما تقول لها انت رايح فين؟ ما ترد يا شريف، انت ساكت ليه؟ ماما اسمعيني كويس، انا قبل ما اروح البيت في حاجات لازم تعرفيها. انا كبرت وبقيت راجل وفي قرارات انا لازم اخدها بنفسي. يعني انا اللي هروح المدرسه لوحدي، وانا اللي هاجي لوحدي، ومش هاكل لانشون ولا هاكل جبنه رومي، وهاكل فول وطعميه. اوكي يا حبيبي، بس عشان خاطري بلاش البصل.
والاستاذ شريف جاي لوحده من غير والدته. روح استاذ جاي. خد يا ولا ما تخافش. ايوه طلع عليك قطعين طرق. عاشور خلي بالك مني ونبع عشان انا اليومين دول متوتر جدا. ما تتوترش ولا حاجه، كنت عايز اسالك كده على حاجه. اه هو الاستاذ شريف ما بيجيش يفطر ليه يعني كده، ولا ياخد سندوتشات من عندي، ولا بيجيب جبنه رومي ولا الحاجات دي ليه؟ انت ما عرفتش ايه اللي حصل؟ مش شريف بقى بيجيب فول وطعميه من حلمبوحه اللي على الجسر. يا راجل حلمبوحه اللي على الجسر؟ ايوه ده كده امه هتعمل له محضر في الجسر. ده انا عايز اقول لك حاجه كمان جامده جدا. ايه؟ ان هو هيطلع معانا رحله الاقصر. حلو قوي، ظبطوه انتوا بقى في البصل والمش والجبنه القديمه اللي هناك، وهي حصل لها خبلان في الفازاكونيا بتاع الدماغ. طب وانت مش هتيجي معانا؟ لا مش جاي، انا عندي حاجات تانيه هعملها، روح ابقى سلم لي عليه. طب عاشور بقول لك حاجه. ايه؟ بص انت خد الشنطه روح بيها انت، وانا سلام عاشور. اوكي. Every day I go to school. Iya iya. حلوة أوي الدوشة اللي انت عاملينها دي. بسمة دي أغاني تسمعوها؟ أغاني غريبة، ده لا صوت ولا لحن ولا كلمات، مجرد خبط ورزع على الفاضي. يا مامي كل جيل وليه ذوقه، وعلى راي المثل اللي بيقول لولا تعدد الاذواق لبرت السلع. هو في ذوق من الاصل؟ الطرب الاصيل ده كان على ايامنا عبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب. دلوقتي في بلاك ايد بيس، في امينيم، و50 سنت. بالذمه دي اسامي المطربين؟ تيك ات ايزي مامي، انا هسيبك بقى واخش شاي. سلام عليكم. اه ما انت حياتك كلها شاي. انا جالي 3 ايميلات. قشطه. جون، ييه جون ده فاكس. احلق لنفسك يا برنس. مين دي؟ اه هند من استراليا. How's life sweetheart? I hope everything is مية مية. Kisses. ايه ده؟ مين ده؟ بحبك وعايزه اتعرف عليكي اكتر. انت مين اصلا؟ كل اللي اقدر اقوله لك ان اسمي نهال، ومن ساعه ما شفتك وما بقتش افكر غير فيكي. شفتني؟ وشفتني فين بقى ان شاء الله؟ شفتك مرة وانت خارجة من المدرسة. طيب وجبت الايميل بتاعي منين؟ اللي يحب حد يعمل اي حاجة عشان يقدر يوصله. ها ده شكله فاكس. طب بقولك ايه؟ نكمل كلامنا بكرة؟ هشوفك معاكي بكرة في نفس الميعاد. باي باي يا اجمل شوتنج عملته في حياتي. ماشي باي. غريب قوي وانت. ده الوقت اللي قال انه هيعمل فيه معايا تشاتنج. وبعدين الساعه بقت 9:05 كده. اتاخرتي عليا ليه؟ اهو فتح الماسنجر بتاعه.
ولا اتأخرت ولا حاجة، دول كلهم 5 دقايق. انت عارفة ال5 دقايق دول عدوا عليا ازاي؟ عدوا كأنهم 5 سنين. مش للدرجاتي. للدرجات دي واكتر. من امبارح من ساعة ما اتفقنا ان احنا نعمل شاتنج مع بعض النهاردة الساعة 9 وانا بعد الساعات والدقايق والثواني وحاسس ان الوقت مش عايز يمشي. لا انا مش هقدر استحمل الكلام الحلو اللي انت عمال تقولهولي ده. هو انا لسه قلت حاجة؟ في كلام كتير عايز اقولهولك وحاسس ان الكلام مش كفاية عشان اعبرلك عن مشاعري ناحيتك. عارفة انا محتاج لغة تانية غير كل لغات البشر عشان اعبر فيها عن حب. بس متهيالي ان الحب يعني ما بيجيش بالسرعة دي. ناني! ايوه يا شاهد، في حاجة؟ انت يا حبيبتي اللي في حاجة، مالك؟ ولا حاجة، انا بس اليومين دول كده مش فاهمه حاجه خالص. لا ده انت مش معايا خالص يا بنتي، من ساعه ما خرجنا من الكلاس وانا عماله انده عليكي ومش بتردي عليا. في ايه مالك؟ اصل نهاد. ايه يا دي نهاد ده؟ انت طول ما انت قاعده نهاد قال، نهاد راح، نهاد عمل، نهاد سوا، ايه مفيش في الدنيا غيره ولا ايه؟ بصراحه بالنسبه لي اه نهاد هو كل حاجه دلوقتي في الدنيا. للدرجه دي يا ناني؟ هو اكتر يا شاهست. انا قبله ما كنتش حاسه بطعم الدنيا، نهاد دلوقتي بالنسبة لي هو كل حاجة، هو مستقبلي وكل حياتي. لا ده انتي حالتك ما يتسكتش عليها يا ماما. طب اقولك ايه، I gotta go عشان اعمل معاه تشاتين، باي. لا 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 لا، ده انتي هيسس رسمي. اهلا. هاي مامي. وحشتيني. وانتي كمان. From a long time. I missed you, sweetheart. How's life? Nice. يلا حبيبتي غير هدومك بسرعة عشان بابا زمانه جاي عشان نتغدى سوا. لا يا مامي أنا ضروري ضروري أعمل شاتنج دلوقتي حالا وبعدين أبقى أكل أي حاجة كده على السريع. يلا باي باي. مش ممكن، جيل غريب جدا بقى هو الشاتنج دلوقتي بقى أهم من الأكل. ممل. هرميه واشتري واحد تاني. ما اتأخرت ولا حاجة، دي كلها 5 دقايق. مش للدرجة دي يعني. انت كمان. بسيط، المره الجايه نستخدم كاميرا وبكده نقدر نشوف بعض واحنا بنعمل تشاتي. You're so sweet. نكت على الفيسبوك تجنن. اوعي يا نونا تكون نكت من الفقعه. لا لا ما بحبهاش، بس بجد النكت حلوه قوي. بص دي فظيعه. بص دي كمان. شفتي قال له ايه من الاخر؟ قد كده يعني مهتمه بالانترنت؟ ازاي؟ انت جيتي امتى؟ بقولك ايه بقى،
ما تسيبك من الانترنت وريح دماغك شويه من البنات ومشاكلها في الهاي سكول. يبقى اعزمك على حاجه. لا يبقى خلينا هنا احسن. ليه؟ عشان يعني المفروض ان انا اللي عزمك ومفروض يعني تحترم رغبتي ولا ايه يا استاذ يا بتاع علم النفس؟ علي اذنك ثانيه واحده. الو ازيك عامله ايه؟ وحشاني جدا جدا. هشوفك امتى اموال؟ طب بقول لك انا عندي اجتماع كده هخلصه واكلمك تاني على طول. يلا باي باي. ايه في ايه؟ عرفت عليه في النت. نت؟ همال ازاي عماله تقول انه هايل ولطيف وذكي وهي اصلا ما تعرفوش؟ بتقولي ماي فيلينج قال لي كده. فيلينجز ايه وبتاع ايه؟ بس لا طبعا مش كفايه، دول ما شافوش بعض. سيبك انت بس يا مس من الموضوع ده. إيه بقول لك، ما تيجي معايا الكافيه نشرب لنا حاجه هناك. حاضر اوكي، بس على شرط انا اللي اعزمك. بجد يا مس انت بجد سكر جدا، انت احلى حاجه في الهاي سكول. مش بحس كده ان انت المس بتاعت الجغرافيا، بحس ان انت اختنا الكبيره كده. طب يلا بينا عشان نغير هدومنا وبعد كده نطلع على الكافيه. يلا اوكي. يلا حبيبي. على فكره بقى انا بدرس منهج المس هنا على اعلى مستوى. هما الولاد والبنات ما بيعرفوش يمسكوا الاله الحاسبه ويحسبوا عليها ليه؟ لا الكلام ده مش صحيح طبعا. مين اللي قال كده؟ اكيد اللي قال كده ده بيفتري عليا وغيران مني كمان. اوكي انا بس حبيت اوصل لك اللي سمعته من ميس هيا. ميس هيا؟ طب يا ريت ميس هيا بقى تفرق فعلا بين اللي بيشتغلوا بجد واللي مقضيينها رايحين جايين مع الطلبه. انا جيت ابلغك وخلاص عن اذنك. ايه رايك يا سامح في الشعر العربي وخصوصا الفصحى؟ على فكره بحب الشعر العربي جدا وخصوصا الفصحى. الطريقه اللي انت بتقوليها بيها بحس ان انا بسمع مزيكا جميله. هو زمان الشعراء الكبار دول كانوا مهتمين جدا ان الموسيقى تكون جزء في التركيبه الشعريه. انا عاوز اقول لك حاجه، انت لازم تحافظي على موهبتك وتنميها كمان. ده مستر سامح اهو. طب تعالي، ملناش دعوه. ملناش دعوه ازاي؟ تعالي بس يا مستر. عيل هاي. ازيك يا دالي عامله ايه؟ هاي. ازيك يا مس ليفين عامله ايه؟ ازيك يا مستر سامح. على فكره يا مستر سامح انا بتدرب لك كويس قوي. طب خلاص انا هتدرب كمان عشان هستعدلك جامد. هاي تمام. سامح يلا بينا، اصل عندي كلاس دلوقتي. يلا يلا بينا. ايه يا مستر حنف ايه؟ لا خالص انا معاكي حبيبتي. ايه لاقيين على بعض مش كده؟ كابل حلو. مالكيش دعوه بالكلام ده، يلا اتفضلي قدامي. ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. طمني يا مستر خالد، بتعمل ايه معاهم دلوقتي؟ زي ما حضرتك شايف كده يا مستر كامل، بنعمل ريفيجن على كل اللي فات واديهم بيحلوا. طب كويس قوي، عظيم. الا حاسبه دي ولا اورج؟ يا سلام، ده ايه الهمه والنشاط ده كله؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه الاله الحاسبه الغريبه دي؟ بتاعت جدي حضرتك يا مستر كامل. دي من اول ما اخترعوا الالات الحاسبه بقى. بتاعت جدي بقى، كان جايبها من زمان قوي عشان كان بيعد بيها النقطه. انا عايز مذاكره وتركيز، لا اشتكيك لا ابوك الطبلاجي. مش هنخلص احنا بقى من مستر كامل والطبلاجي ده. 184 لا 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 لا، ده علي ابني. علي ابني يا كامل بيه طالع لجده اللي هو ابويا انا. ايوه. لا 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 لا، من الصعب قوي انك انت تهزل ابني قدام الكلاس قدام الاولاد. كل ده ليه؟ عشان انا حاسبه؟ انا حاسبه ايه؟ تصدق بالله يا كامل باشا، انت ما تعرفش علي ابني ده ابوه مين؟ انت عارف كويس اسمه علي عبد العظيم نوم، اكبر طبلجي في الشرق الاوسط والدول العربيه، اشهر ضابط ايقاع. فاهم يا باشا؟ انا عبد العظيم نوم. الدولار، الين او الانس والين يا فندم. ده الين يركبك، اسكت. اليورو. يا باشا انا ما بقعدش لحظه فاضي، انا اوتيلات كره سياحيه وقريه ابو حمص يا باشا. فاهم اللي بنروحها في المولد دي، فاهم يا باشا؟ فبليز من فضلك يعني، اسكوز مي يعني، اوعى تيجي جنب علي ابني تاني. وشرفك كمان ربع ساعة يكون عندك أغلى آلة حاسبة في البلد. لا مش آلة واحدة بس،
اتنين تلاتة اربعة. قلت اتنين. اتنين تلاتة اربعة. واحدة ليك اتفرج عليها وخدها معاك وانت بروح، والتانية اديها لعلي ابني يرميها من الدور الرابع. مع السلامة يا كامل باشا. اتفضلوا. لا اتفضلوا. ايه؟ يلا تمارين. واحد. احرقوا الفرد الصنادل اللي بتاكلوها البلاستيك دي، بان على وشكم. انا نفسي في بلح الشام. يا راجل بلح الشام مين؟ بسبوسه. الراجل ده وهو ماسك الرق انبوبه الاكسجين مفتوحه جنبي. وانت احرقي شويه، احرقي حاله الكرنب اللي انت واكلها امبارح. سيبوني انا اعيش شويه مع نفسي. اتنين تلاته اوعى ولا حد. انت حلال، كنت خايف ما لقيتيش، كنت عايز اتكلم معاك شويه. اخبارك ايه يا رشدي؟ يعني للاسف مش كويس. ليه؟ سلوى برضو؟ اه طبعا سلوى هيكون من غيرها يعني موال الليل والنهار، صداع مش هيخلص. عايزه افهم هي عايزه ايه بس. انا عارف هي عايزه ايه، روحي اساليها. شغال شغلانه كويسه الحمد لله، ومرتبي تمام التمام، شقه تمليك، جبت لها شقه في احسن حته في البلد وبالشيء الفلاني، وفي الاخر قال ايه؟ عايزاني اسيب التدريس عشان يا ستي جايه لها شغلانه في اوروبا، هتشتغل مراسله لمحطه عربيه هناك. طب وانت ناوي على ايه؟ مش عارف، انا زهقت. اللي زي سلوى دي عايزه كل حاجه، فلوس، شهره، زوج محترم، كل حاجه. على فكره انا شايفه ان الحل في ايديك انت، اللي تقدر تاخد قرارك بنفسك وانت مستريح. تفتكري؟ افتكر. وانا متاكده انك ذكي ومش ضعيف، وهتقدر تفرق وتختار صح. مين؟ أنا مين؟ أنا صغط جاي لك من طرف الماستر العظيم العملاق صاحب الرئة والخف والدلال عبد العظيم بين نوم. بقولك إيه يا كابتن؟ حلوة قوي الكابتن دي، طلع من بقك زي السكر. هو عبد العظيم نوم ده إيه حكايته بالظبط؟ هو مش عارف إنك جاي مدرسة محترمة؟ طبعاً عارف. مفيش عصير ليمون جنزبيل لزوم الضيافة يا كامل بيه يعني؟ أنت فاكر نفسك قاعد في كافيه ولا إيه؟ وبعدين ايه الملابس الغريبه اللي انت جاي بيها دي؟ انت مش عارف انك جاي مدرسه محترمه؟ حلو قوي، مش كده جايبها من الوكاله، اجيب لحضرتك واحده زيها؟ تهزر يا استاذ. ايه اللي انا عايز افهم دلوقتي انت جاي ليه؟ جاي ليه؟ افتكرت، جاي ادي لحضرتك الاله الحاسبه دي تديها لنوم الصغير. اديها لنوم الصغير؟ وانا عمال احترم فيك. سيبها مكانها وتفضل اطلع بره. صادات، في العيد احنا وهنعمل كحك. مسرحية ليلى والمجنون هي احدى القصائد الشعرية للشاعر صلاح عبد الصبور، وهو رائد الشعر الحديث. ادخل. استني هنا، تأخرتي ليه؟ اصل انا يا مس وانا قاعده مع مس نيفين لقيت طالبه زميلتي بتقولي والنبي يا داليا انا في مساله مش عارفه احلها، تعالي حلها لي. قعدت احلها لها يا مس. ده مش عذر، وحسيتي لازم تحترميها. ايه يا مس في ايه يا مس؟ ده انت روشه ولذيذه يا مس. في ايه ده؟ انا حتى يعني لسه شايفاكي تحت قاعده بتروشي انت ومستر سامح ومقضيينها. في ايه؟ اخرسي انت يا قلة الادب. مش ممكن، انا مش قادره اصدق ازاي ده حصل. هدي نفسك بس يا ميس، حد يشوف لها دكتور. ردي عليا وقولي لي ازاي ده حصل، ازاي تضربها بالقلم. هي مين دي اللي ضربت؟ ايه بنت، ما هي قدامك اهي، ما هي قدامك بتعيط اهي. طب بتعيط ليه؟ عشان ضربتها. هي مين دي اللي ضربتها؟ ميس وفاء. طب ما ميس وفاء هي اللي تعيط يا ميس وداد. وداد بقيت وداد كمان. اسكتي اسكتي بقى يا وداد اسكتي، انت مش داريانه بحاجه. أموري يا مس هاي. من فضلك اندهيلي مس وفاء. حاضر تحت أمرك. من فضلك يا وداد خدي داليا واعزميها على حاجة ساقعة. حاضر يا فندم. مين هيحاسب؟ هنهرج يا وداد. بقولك ايه، أنا مش عايزة الموضوع ده يخرج بره. حاضر يا فندم، لا أنا ولا الموضوع ده هيخرج بره أبدا. طيب ممكن أقول كلمة بس؟ أنا كمان عايزة أقول كلمة. عايزة تقولي ايه يا وداد؟ عايزة اقول لحضرتك ان احنا كلنا صوابعنا في الكهرباء، لكن هم ولا على بالهم. زي مين يعني؟ زي الاستاذ رشدي. انت بتشاوري فين؟ ما انا قاعد قدامك اهو. استاذ رشدي؟ ياه حضرتك خسيت قوي كده ليه يا استاذ رشدي؟ ياه طمنتني عليك.
يبقى زي الاستاذ كامل. اعتقد مش موجود. ايوه يا استاذ رشدي، كنت عايز تقول ايه؟ بصراحه كنت عاوز اقول ان ميس وفاء انسانه طيبه ورقيقه، وبعدين تقريبا دي اقرب مدرسه ليكي. اعتقد ان يعني داليا استفزتها فحصل اللي حصل. تحت اي ظرف من الظروف الضرب ممنوع في المدارس، مفهوم؟ طب انا هستأذن، يعني الموقف شكله هيبقى محرج شويه. ايه يا مس هاي، حضرتك عايزاني؟